مشاهدي برنامج خبر الناس فقرة رسالة، مرحبا بكم في تجربة اجتماعية جديدة. اليوم فنانة خديجة نومار غتلعب دور ديال خادمة بيوت وهي في الشارع كتطلب من الناس أنهم تجي معاهم على أساس أنها تخدم عندهم في البيت. بزاف ديال الناس وقفوا لها، ردود أفعالهم كانت مختلفة، نشوفهم في الفقرة ديال اليوم. شريفة نسولك عافاك. السلام عليكم. الله يخليك، ما تحتاجوا شي خدامه حبيبه. ما كنت خدامه عند شي ناس وصافي بغاو يتحولوا داكشي وقالوا لي ما بقيناش بغيناك ودابا ما نقدرش نمشي للدار ودارنا في العروبيه، يعني كنصيفط لهم فلوس وكل شيء ما نقدرش. كتعرفي شي واحد يبغي شي وحده الميناج دروج قهوه؟ انا راه كنت خدامه عند واحد السيده هنايا وخرجوا لبرا غادي يسافروا وما علمتنيش. السلام عليكم. اختي ما تحتاجوش شي خدامه. كنت خدامه عند شي ناس وخرجوني ما بقاوش بغوني نكمل معاهم. انا خارج الله كنخصها. سمحي لي اختي، انا كنت خدامه غير عند واحد المراه هنايا في سميتهم وجات واحد الخرجه لبرا على غفله وعلى يومين عاد قالت لي رانا غادي نمشي. شكرا اختي. عطيك السر، كتعرفي شي سيده بغات شي خدامه دروج ميناج تربيه ديال شي دري صغير اللي كان ليسرا. يا ربي يا ربي. وسير لذاك لو بيغو اللي ولا شم بيغو؟ لو بيغو ديال الغوكريتمون ديال ما قاريهاش. ما غادي يعطيوك بعدا ما عرفتوش فين جا. انت بشحال كتخدمي؟ على حساب الناس تقريبا. اخر خدمه بشحال خدمتي؟ اخر خدمه كنت خدامه عند واحد المراه هنايا في سميتو غير جاتها خرجت برا مرا شي علين شي 9 شهور وانا معاها. بشحال كتعطي؟ كدير معايا للسيمانه. دابا هاد البيرو الا مشيت عندهم علاش فين غنسول؟ فين غنسول؟ ما عرفتش. انت سولي تاع تيبان لك دوك السيكوريتي هنايا السيكوريتي اللي لهيه غيسولي هما راه معارف زعما هادوك يقلبوا هادوك يقلبوا على الخدام ديال السيكوريتي يقدروا يقبلوا. خلي سولي فين؟ اي محل بنات بحالاش ما عرفتش. دابا انا ماشي بنت الدار بيضاء داكشي علاش. بحالاش نصحني حيت واحد السيده كانت خدامه تايه في واحد الموبل معانا في تما قالت لي راه كاينه قالت لي شي كاينه شي سمسارات وانا ما بغيتش نمشي عند السمسارات. هاد الجهه هادي راه عامره هنا وطريق المدينه وداكشي. شوفي انت اللي بالك، انت غير غادا وسولي اي محل بالك سولي ما يقولوش لك شي حاجه. واخا خويا ربي يخليك شكرا. بارك الله فيك. شكرا. بنت يا بنت في الناس. انا من حد ولاد فرج. سلام عليكم. ناس مزيانين. بخير. هذه اكسبيريونس سوسيال. هاد السيده بانت ليا انسانه عاديه بالعكس واقفه كتمثل نفسها ما بغاتش تسعى كنا كنسعوا الله. اذا علاش ما نعاونوهاش؟ لا داعي لانه عندنا خصاص كبير في هاد في هاد المجال هذا وكاين الناس عندهم تخوفات وانتم كتشوفوا كان حنا المغرب دابا ولا كيجيب الناس كيجيو من دول اخرى ومشاكل صيامه في الرباط. كاين واحد المشكل عويص انها كتقول لك لا كتضربني كتفعلني وشكون غادي تصدق. والحمد لله بانت لي السيده شابه انيقه نقيه علاش بالعكس هذه مفخره تكون خدامه موظفه عندنا. كنشكرك بزاف. لا شكرا جزيلا. شكرا مبارك. ومعنا الفنانه خديجه نومار اللي شاركت التجربه ديال اليوم. خديجه بزاف ديال الناس وقفوا ليك واخا ما بغاوش يدخلوا ولكن عطاوك واحد النوعيه ديال المساعده. هي من الصعب تقنع شي انسان بانك تخدم عنده في الدار لانه دابا ولات ظاهره كبيره ديال الخدامات والمشاكل ديالهم. وقفوا بزاف ديال الناس سمعوا الراي ديالي ولكن كان تخوف. حتى واحد ما بغى زعما شي سيده يجيبها غير من الشارع باش تخدم عنده في الدار. كنشكرك على المشاركه ديالك اليوم. شكرا خديجه.